بفكر انا بدي الاقي لي اوضه انقوى فيها، اقعد فيها، اسطول حالي فيها. ما لقيتش حطينا على بعض لحط شادي واقعد تحتيها، ما لقيتش. فبكيت، لما بكيت طلعت برا لقيت الناس مدمر اكثر مني، فبطلت ابكي، بطلت اصيح. يعني طلع لقيت دار الغول، حتى اقول لك واقفه هي الدار لكن ايش محروقه، وش الفايده منها؟ خايفين يقعدوا فيها، فيش إنا ولا مأوى. ايش نسوي هالقتل؟ يعني اقول لك احنا متامل كمان يومين انه يخلص الحرب كويس، لكن احنا بنقول ما بعد الحرب ايش يصير في حالتنا؟ وين نروح؟ زي قوم نروح. انا قال بقى اقعد بحالي في مدرسه. طب هدوها المدرسه، فيش مدرسه، هدوها. طب اسكن وين؟ اروح وين يا عمي؟ ايش يقولوا لنا احنا وين نروح وين نتوجه؟ فيش مستشفيات، ما خلوش لا مستشفيات ولا معاه ولا حاجه ولا شيء، فيش دواء، فيش رم. قاعد محافظين على اطفالنا، اقول لك ايش؟ بس رز واكل رز بس، ولا ناكله اللي قلت لها حاليا انا بس رز نشويات يعني. طب بدهم اي حل؟ الاطفال هذول اقول لك احنا اللي زينا خلاص قفلنا. طب الاطفال